الشعبية. تواجدك اليوم بهذه المهرجانات شنو فكرته أو شنو أسست له حتى تكون موجود؟ طبعا بالبداية مرحبا المشاهدين، وشكرا للمقدمة الجميلة. شكرا لك. أنا بدايتي دخلت المهرجانات الموجودة، طبعا المهرجانات الرصينة الموجودة بالعراق، وكنت داعم إلها إن كانت بأجور أو غير أجور، وأنا داعم لأي شيء يعني يخدم البلد ويظهر صورة جيدة قدام الدول العربية الباقية. طيب داعمها من خلال تواجدك انت وكاميرتك ونقل الصورة الجميلة للحفل او للمهرجان او لاي محفل هو بنجاح بالعراق. نعم نعم. طيب اليوم المهرجانات شنو ليش يعني اليوم احنا نعرف حضرتك ملقب او اسمك مصور مشاهير، المهرجانات اليوم شنو تضيف للمصور قبل لا هو يضيف لها؟ المهرجانات تضيف للمصور انه ينعرف اكثر من خلال النجم الموجود او الفنان او الاعلامي الموجود بالمهرجان. هاي نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين هي ماكو شخص يضيف الشخص، الاضافة للجميع، انه انا اضيف للشخص اللي صورته والشخص اللي صورته راح يضيف لي نفس الحالة، راح استفاد من متابعينه وراح يستفاد من متابعيني. يعني تبادل المنفعة. نعم. اكيد. اليوم احنا يمكن نتحدث عن استمرارية التصوير الفوتوغرافي، ونعرف انه اليوم الاجهزة التليفونات التقنية اللي دا تكون بيها الكواليتي اللي يكون بيها صار ينافس، يعني مثلا اليوم ممكن احنا نشوف المنافسة مو منافسة حقيقية تكون، لان تبقى الكاميرا والمصور وزاوية المصور ورؤية المصور لها طابع اخر، لكن احنا نشوف اليوم ايضا المصور نفسه يقدر يختار زاويته من خلال التليفون، يعني ممكن يصور لريل وايضا ياخذ عليه مبلغ ويكون اكو فد ابداع وابتكار بالتصوير لكن من خلال تليفون. ممكن هو الابداع ما محدود بالكاميرا او محدود بالتليفون، هاي بالنهايه هاي ماشين اله، يعني استخدامها هو حسب الشخص اللي يستخدمها ودي يعرف شلون يديرها صراحه. اما بالنسبه للشخص اللي اذا تطورت يعني الموبايلات عن الكاميرات، فراح اقول لك انه اكو فرق كلش كبير. الفرق انه الكاميرا لها قدرة انه تطلع الجودة اعلى تمام بصورة احسن. نعم. اما التليفون راح تكون مضغوطة بالصورة، يعني اذا نزلناها على مواقع التواصل الاجتماعي او ما نقدر نسوي لنا بوستر مثلا بصورة مال التليفون راح تكسر. اها حلو. يعني شوف يعني لازم اكفد ضعف في الموضوع طبعا، اكفد يعني قد يعني مثلا هسه الايفونات 24 ميجا بكسل 30 وصلت 50 60 ميجا بكسل، المساله كلها ما بيها انه بالتالي يمكن التقنيه اللي موجوده بالكاميرا هي الظاهر اكيد التقنيه او الدقه اللي موجوده بالتليفون هي احسن. الكاميرا استخدامها يعني هو مبين، هذا للفوتوغراف وهذا للتليفون استخدام عادي. واكو كاميرات تختلف، يعني كاميرات الفيديو تختلف عن كاميرات الفوتوغراف صراحه. احنا يعني ليش نسمع انه اليوم مصور خليه يعزل ويقعد؟ اليوم يمكن نعرف من المهن اللي اندثرت هي محلات التصوير، اللي كنا احنا العائله كلتنا نروح لمحل التصوير بالاعراس بالمناسبات ناخذ صوره والبومات الصور، هذه كل هالاشياء يمكن اندثرت، البومات الصور ومحل التصوير صار يمكن بس للصور المعامله، وبنفس الوقت كانت ايضا يمكن باعراسنا لازم يعني يكون مصور يصور لنا يوثق لنا التصوير بالفيديو ويكون يعني حتى يعني اكو فد طعم بهذا الموضوع. اما الان صارت كل تستخدم تليفوناتها، صار عرس ما يحتاجون موضوع انه فيديو تصوير، نادرا بس اذا شخص حب يهتم بالتفاصيل الذكريات اكثر فيحتاج للمصور هو وكاميرته ويصور له او يوثق له هذه اللحظات بفيديو. نعم. ست هي السالفه مو اندثرت يعني الموضوع مال المصورين، السالفه كلها ما بيها انه الناس استخدمت الموبايل، يعني استخدام الموبايل مستمر، يعني هم ينزلون على مواقع التواصل الاجتماعي قامت تروح الذكريات، الذكرى كانت حلوه. اليوم احنا من نفتح البوم بالبيت عندنا صور قديمه ويا ابانا ويا اجدادنا موجوده، راح نحس بقيمتها. اليوم احنا من بحث في شيء الكتروني ممكن بعد فتره هذا الشيء الالكتروني يحترق يضيع يروح، ممكن الحساب كل شيء يروح، ممكن الحساب يتهكر، ممكن واحنا نكون واقعين، عفوا المقاطعه، نكون واقعيين احنا الفيديوهات والصور اللي ناخذها اليوم جزء السنه الجايه نمسحها من موبايلنا حتى ناخذ غيرها من المساحه.
بالضبط عبر المساحة، يعني نعرف انه مدى تتوثق بألبوم، مدى تتوثق بعد ممكن كاسيت او فيديو انه يكون مضموم، ونعرف يمكن احنا هن كانوا احتفاظهم بالفيديوهات وال ايه بالضبط المخرج يقول كاسيت انقرض، بس كانوا يحتفظون بالفيديوهات ايضا يعني أرشفة بطريقة معينة، يمكن حتى باللابتوب بالحاسبات يضمون صحيح. الفيديو هسه اليوم احنا نشوف لا، صارت كلها تعتمد على التليفون، ذكرياتنا بالتليفون، صورنا وبعد فترة تنمسح تنمسح تنمسح، بعدين ترجينها وراء 20 سنة ما راح تلقيهم، بس ممكن اليوم تشوفي لي الصورة قبل 20 سنة ما اخذتها، تلمسيها تحسين بإحساس الصورة اللي اخذتيها. زين غيث، بما انه حضرتك مصور المشاهير، من الشخصيات اللي حاب او في هدفك ل 2024 انه يعني يكون هو بجلسه تصوير وياك؟ والله اني الكل احبهم يعني الموجودين بالمجال، بس ان شاء الله عربيا اكثر من الاشخاص اللي صورتهم، طبعا تحياتي للاشخاص اللي صورتهم الفنانين العرب، ان شاء الله اكثر يعني الفنانين العراقيين والرياضيين والاعلاميين تقريبا الكل مصورهم، بس ان شاء الله عربيا اكثر وبعدها للعالميه.